استغفر الله. قلت لك ما ينفعكيش. معلش يا عم امين، الغايب حجته معاه اكيد ما هربش، يعني اكيد في حاجه حصلت. ايه يعني اللي هياخره عن ميعاد زي ده؟ ما اعرفش، بس هعرف، انا هنزل اشوفه. انت هتروحي فين راويه؟ هتروحي فين؟ عايز كده؟ معلش يا عم امين، معلش. لا وانا مش قايل لك انه ورايا شغل. انت ما بترديش عليا ليه؟ مش بكلمك؟ الفطار عندك اهو، حضرته لك. لا يا قلب خليتك ليه على صباحية ربنا؟ عشان ما ودتكيش فرح عيشة. أيوة يا رشاد، عشان ما ودتنيش فرح عيشة، وعشان كمان ما انتش متطمن لي، وعشان بقالك ليلتين بتغير علي. هو فيه ايه؟ تكونش يا أخوي شايف لك شوفة، ولا عينك زايت على ست تانية؟ ما انت خلاص هتبقى بيه وهتشوف حالك علي. بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده، عيني زغت على مين؟ بنت ده انت حب عمري، حب عمري اللي فات واللي جاي بعون الله. بعدين انا هبقى بيه، بس انت في عينيا ست الهوانم كلهم. فوق التكشيره بقى، فوق التكشيره. فعلا الهام اللي في نفوخي. هموم ايه كفن الشر؟ احكي لي. هدول الناس ولازم ادبر لهم فلوسهم. مديون يا ليلى سود، هو جار المحلات مش بيكفيك؟ محلات ايه وجار ايه بس؟ غلبانة انت منك، بس مش عارفة جوزك. راجلك مهم، انا مشارك ناس اكابر اكابر، لازم ابقى بقيمته وسطهم. طبعا يا اخوي، ربنا يفرجها علينا. راح فين؟ تعالي عشان لهم يبقى ليها طعم. جايالك.